المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ربنا جل جلاله: ادعوني أستجب لكم. ونحن في هذا الجمع المبارك الكريم الذي تتجدد فيه المسؤولية، والمسؤولية أمانة، وفيها يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ونحن في كل جمع مدينون لرأي هذه الأمة مولانا سيدنا ومولانا محمد السادس، وندعو له ونرفع عقوف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى ونقول: اللهم إنا نسألك النصر المتين والفتح المبين وصلاح الحال في الحال والمآل لمولانا أمير المؤمنين وحرمي حوزة الوطن والدين جلالة الملك سيدي محمد السادس. اللهم كن له الولي والنصير والظهير والمعين. اللهم كن له الولي والنصير والظهير والمعين. اللهم أعنه يا ربي على تحمل أعباء المسؤولية. اللهم وفقه يا ربي لكل خير وأعن عليه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم اجعله يا ربي لآلائك من الذاكرين ولنعمك من الشاكرين، ووثق وسائج المحبة والمودة بينه وبين رعاياه الأوفياء لما فيه أعلى كلمة الحق والدين، ولما فيه نصرة قضاء الإسلام والمسلمين. اللهم أيد في فعل الخيرات والصالحات والمبرات وجهته، وأعرف في عبادك الصالحين منزلته، وكن له في حله وترحاله، وأقر عينه بفدة كبده، ثم ولي عهده الأمير الجليل الحسن، وألبثه يا رب نباتا حسنا وسائر أبناء وبنات المسلمين، وشد أزر مولى الإمام بشقيقه سمو الأمير مولى رشيد وباقي أفراد أسرته الملك الشريفة وشعبه الوفي، وتغمد اللهم برحماتك ورضوانك الإمامين المنعمين رائد التحرير ورمز الحرية والاستقلال مولانا محمد الخامس، ورائد الوحدة المغربية والمسيرة الخضراء مولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، اللهم احشر روحيهما وجميع أرواح المسلمين مع الذين أنعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.